السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض النهاردة، هحاول أشرح لكم سكيمة البايوكيمستري، هحاول أوصلها على قد ما أقدر. تمام، أول حاجة كده لازم أعرف إحنا عندنا إيه أصلا في المنهج النهاردة في البايوكيمستري. عندنا أول حاجة البروتين والكربوهيدرات والـ NBN اللي هي نون بروتين نيتروجينس بيز. طيب إيه اللي عندنا في البروتين وإيه اللي عندنا في الكربوهيدرات وإيه اللي عندنا في الـ NBN؟ في البروتين عندنا أربع حاجات: ألبيومين وكازين وجيلاتين وبيبتون. طيب في الكربوهيدرات عندنا ايه؟ عندنا سبع حاجات، ايه هما؟ عندنا ستارش وديكسترين وجلوكوز فركتوز لاكتوز وساكروز وجم ارج. طيب اخر حاجة عندنا اللي هي الـ NBN عندنا فيها ايه؟ عندنا فيها حاجتين اللي هما يا اما يوريك اسيد يا اما يوريا. طيب دلوقتي انا هبدأ، دلوقتي احنا كده قلنا الحاجات كلها اللي عينا في المنهج، هبدأ اقول لكم كل بفرق بين كل حاجة وحاجة من دول ازاي، ايه التجارب اللي بستخدمها وكل تجربة بتتعمل ازاي، وفي الاخر خالص هقول لكم حاجة اسمها الفيزيكال بروبرتيز مثلا اللي اقدر اعرفها للانون ده بالشكل كده. اول ما اشوف الانون ده اعرف ان الانون ده هو كذا على طول من غير ما اشتغل اي حاجة من الحاجات اللي انا هقولها دي. تمام، بس بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بقى. احنا اول حاجة عندنا بيجي لنا بوتل كده حوالي 100 مللي بيكون فيها القانون بتاعي. طيب اول حاجه بلاقي البوتل كده مكتوب موجود عندي على البنش، وبلاقي مكتوب عليه رقم. تمام، ومعايا الورق بتاعي، الورق اللي انا بستلم منه مكتوب عليها نفس الرقم بتاع القانون اللي انا بروح اشتغل عليه. بعد ما بلاقي بعد ما اخد الورقه والاقي البوتل كده، واروح اطلب من الدكتوره واروح انا اشوف مكان الليتمس بيبر واجيبها. الليتمس بيبر دي اللي هي ورقه عمال الشمس، بتكون ورقه حمراء. بمسك البوتل بتاعتي كده، اروح مايلها واروح ماسك الليتمس بيبر واروح مدخل طرفها في الانبوبه اللي معايا، في الازازه اللي معايا. تمام، واسيبها شويه. لو لقيت الورقه لونها اتغير من اللون الاحمر للون الازرق، تمام، يبقى اللي معايا ده حاجه القلاين. وانا ايه القلاين اللي عندي في المنهج، او ايه القلاين في اللي انا لسه قايلهم دول؟ حاجه من البروتين اللي هو الكازين، وحاجه من ال NBN اللي هو اليوريك اسيد. طب بفرق بقى بينهم ازاي؟ بفرق ما بين الكازين واليوريك اسيد، بفرق بينهم عن بطريق حاجه بعملها اسمها الهاف ساتوريشن. طيب الهاف ساتوريشن دي عباره عن ايه؟ الهاف ساتوريشن دي عباره عن ان انا بحط 5 مللي من الامون بتاعي مع 5 مللي من الامونيوم سلفيت. تمام، طبعا انا مش هحط 5، المفروض ان انا بحط 5 مللي و5 مللي، انا هزود الامونيوم سلفيت شويه هخليهم 7 مللي. يبقى احط 5 مللي من الامون بتاعي مع 7 مللي من الامونيوم سلفيت. لو لقيت اللون بتاعي اتعكر اللي هو اداني بوزيتيف، يبقى ده كده اللي معايا كازين. لو فضل ابيض زي ما هو او اللون ما حصلش فيه اي حاجه، يبقى اللي معايا ده مين؟ اللي معايا ده يوريك اسيد. يبقى ده كده بحب افرق بين الكازين واليوريك اسيد، بعمل حاجه اسمها هاف ساتوريشن. لو اديتني بوزيتيف يبقى اللي معايا ده كازين، لو اديتني نيجاتيف يبقى معايا ده يوريك اسيد. ولو حابب اتاكد احنا قلنا ان هو اصلا من البروتين، تمام، فاروح ممكن اعمل مثلا البايرت تيست بعديها على طول بعد الليتمس بيبر، واتاكد ان هو ايه ده بروتين والبروتين ده نوعه كازين. او اتاكد طبعا لو بايرت تيست بعد الليتمس بيبر ما زرقت وعملت بايرت تيست واديتني نيجاتيف، يبقى انا برضه اتاكدت ان هو برضه يوريك اسيد. تمام، حلو. طب لو عايز اعمل المين تيست بتاع اليوريك اسيد اللي هو ايه؟ اللي هو اعمل الفورين تيست. طب الفورين تيست ده اصلا بيتعمل ازاي؟ بحط 3 مللي من الانون بتاعي مع فيو دروبس من الفورينز. مثلا فيو دروبس دول مثلا احط مثلا 1 مللي مثلا او نص مللي، ده الفيو دروبس يعني. تمام، طيب بعد كده ادخل بقى ابدا السكيم بتاعتي الاساسيه، اللي هو لو الليتمس بيبر اصلا ادتني، احنا اول حاجه قلنا لو ادتني بوزيتيف اللي هو اللون اتغير من احمر لازرق. طب لو اللون اصلا ما اتغيرش وفضل احمر اصلا زي ما هو، يبقى انا كده اللي معايا ده ايه؟ اللي معايا ده بقى حاجه من ثلاثه، يا اما بروتين، الثلاث حاجات الباقيين في البروتين اللي هم يا البيومين يا جيلاتين يا ريبتون، يا اما كربوهيدرات ومعايا السبع حاجات بتوع الكربوهيدرات كلهم، يا اما ان بي ان اللي هو النون بروتين نيتروجينس بيس ولكن اليوريا بس، لان اليوريك اسيد خلاص انا استبعدته. تمام، حلو. طب دلوقتي انا هبدا اعمل ايه بقى؟ لو لقيت الزبر فضلت احمر زي ما هي، هبدا اشتغل اول حاجه عندي في السكيما اللي هي البايرت تيست، وهي اهم حاجه عندي في الشغل الترم ده يعتبر يعني. طيب البايرت تيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات بحطها على بعض. البايرت تيست عباره عن الكوبر سلفيت، وده اهم حاجه عندي في التجربه، والانون بتاعي بحط نقطه واحده من الكوبر سلفيت مع 3 مللي من الانون بتاعي مع 2 مللي من الصوديوم هيدروكسيد. وركزوا في كلمه هيدروكسيد دي، لان الصوديوم هيتكرر تاني عندي بعد كده. بحط ايه؟ 2 مللي من الصوديوم هيدروكسيد. لو لقيت اللون بتاعي اتغير لفايلوت كلر او روزي ريد كلر، يبقى اللي معايا ده بروتين. لو لقيت اللون بتاعي فضل ازرق زي ما هو لون الكوبر سلفيت اللي هو اللون الازرق السماوي، تمام، يبقى اللي معايا ده ايه؟
نون بروتين مش بروتين، وابدا اشوف بقى هل هو كربوهيدرات ولا هل هو يوريا. الاثنين التانيين الباقيين معايا يا كربوهيدرات يا يوريا. حلو. طب دلوقتي انا اشتغلت المونش واديتني بوزيتيف، ابدا اخش على اللي بعديها بقى. دلوقتي انا عايز افرق بين ثلاث حاجات، الالبومين والجيلاتين والبيبتون. طب الكازين راح فين؟ انا استبعدته خلاص، مسحت محطوط الليتمس بيبر وما ايه وما زرقتش، فانا خلاص كده استبعده. حلو. طيب عشان افرق بين الالبومين والجيلاتين والبيبتون بعمل حاجه اسمها هيت كواجوليشن. الهيت كواجوليشن دي بتديني مع الالبومين وما بتديش مع البيبتون ولا بتدي مع الجيلاتين. طب الهيت كواجوليشن ده طب بتتعمل ازاي؟ على فرض مثلا ان صباعي ده هو التيست تيوب بتاعتي. حلو. بملى دلتين التيست تيوب من القانون بتاعي اللي هو على فرض اللي هو هيكون مثلا البومين. حلو كده. واروح ايه واروح حاطه على الفليم. طبعا نفترض ده صباعي جايب قسم تلت اتنين تلاته، فاملى التلتين كده. بعد كده اروح مشغل الفليم، نفترض صباعي ده التاني هو الفليم، واروح مايل التست تيوب بتاعتي كده وانا ماسكها بالهولد، واسخن على طرف اخر اخر طرف انا مالي بيه عنده لحد عنده الانبوبه. يعني التلت اللي انا مالي عنده الانبوبه ده اخره كده من فوق، ابدا اسخن وابدا الف الانبوبه بتاعتي بالشكل ده بحيث ان الفليم او النار تكون عدت على كل جدار الانبوبه من كل النواحي. تمام. لمده دقيقتين. بعد كده اتفرج على الانبوبه هلاقي عندي في خط ابيض كده تكون. لو انا كبيت الانون او كبيت الالبيومين وخبيت التست تيوب بتاعتي وقعدت ابص على التست تيوب تاني، هلاقي في خط واضح عندي قدامي، خط ابيض، هو ده الهيت كواجوليشن او الوايت كواجولان. تمام. حلو. طيب لو الهيت كواجوليشن دي اصلا اديتني نيجاتيف، يبقى انا كده خلاص اللي معايا ده مش البيومين. طب اتبقى لي حاجتين اللي هم مين ومين؟ اتبقى لي يا اما جيلاتين يا اما بيبتون. طيب بفرق بين الجيلاتين والبيبتون بايه؟ برضه بالهاف ساتوريشن اللي فرقت ما بين الكازين واليوريك اسيد بي. طيب الهاف ساتوريشن هنا المره دي بقى انا اعمل ايه؟ المره دي احط، مش انا في الكازين واليوريك اسيد كنت حطيت 5 مللي من الانون مع 7 مللي من الامونيوم صلفيت، قلت لك ازودهم شويه. طب المره دي بقى لا، هخليهم 5 و5 زي ما هم. انا دايما هثبت كده اللي هو 5 و5، 5 مللي من الانون بتاعي مع 5 مللي من الامونيوم صلفيت. برضه هيديني نفس الكلام، يا اللون يتحول ويبقى لون ابيض كده شويه او اللون يتعكر، يا اللون يفضل زي ما هو ويديني نيجاتيف. طيب هيديني بوزيتيف واللون اتعكر مع مين؟ مع الجيلاتين. والبيبتون هيبقى نيجاتيف، اللون هيفضل زي ما هو مش هيتعكر ومش هيحصل اي حاجه، ويبقى انا كده فرقت ما بين الاربعه او ما بين البروتين اللي معايا. طيب نفترض اصلا ان البايرت طلعت ازرق معايا وما ادتنيش حاجه، يعني طلعت نيجاتيف. هبدا اخش على تاني حاجه عندي في السكيما اللي هي المولش تيست. طيب المولش تيست ده بيتعمل ازاي؟ طبعا المولش ده هو المين تيست بتاع ايه؟ بتاع الكربوهيدرات. برضه بيتعمل من ثلاث حاجات. المولش بيتعمل من ثلاث حاجات. اول حاجه عندي بحط الانون بتاعي، بعد كده بحط الفا نفاثول، بعد كده بحط السلفوريك اسيد. طيب بحط قد ايه من الانون بتاعي؟ بحط 3 مللي من الانون مع 5 نقط من الالفا نفاثول مع 4 مللي من السلفوريك اسيد. طبعا دول زياده شويه عشان هتلاقي الرياكشن بتاعي طلع اسرع وبقى افضل لو حطيت 4 مللي، لو انا زودت الكميه شويه. هو في السكيم اعتقد مكتوبه 2. كويس كده. طبعا اهم حاجه عندي هو السلفوريك اسيد عشان كده انا بزوده. كانت اهم حاجه عندي في البايرت تيست اللي كنت بحط الكبار سلفيت اللي كانت اول حاجه، يبقى اهم حاجه عندي في البايرت تيست هي اول حاجه انا بحطها، واهم حاجه عندي في المولش تيست هي اخر حاجه انا بحطها. تمام. تمام. طيب المولش تيست لو ادتني بقى فايولت رينج بعد كده بعد ما رجيتها ادتني دي فايولت رينج، يبقى ده كده المولش بوزيتيف. ممكن لو الناس كترت السلفوريك اسيد شويه كمان على 4 مللي بتلاقي اللون اتحول لاسود اللي هو كده الكربوهيدرات بتاعك اتحرق، فده عادي مفيش مشاكل، يبقى انت برضه كده اتاكدت ان هو ايه؟ ان هو كربوهيدرات. حلو. طيب بعد ما اتاكدت ان هو كربوهيدرات والمولش بتاعتي ادتني بوزيتيف، طب قبل بس ما اكمل النيجاتيف بتاع المولش ايه هو؟ النيجاتيف بتاع المولش بيديني لون جرين اللي هو لون اخضر، ده كده النيجاتيف بتاع المولش. ولو اديتني نيجاتيف بدخل على اخر حاجه عندي في السكيما اللي هي اليوريا، اما اجي لها باذن الله نتكلم بقى ونشوف بنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي هنشوف ان المولش عندي خلاص ادتني بوزيتيف وتحول لفايلوت رينج، ومن فايلوت رينج بعد ما رجيتها شويه اداني دي فايلوت رينج. هبدا اشوف بقى ايه افرق بين السبع حاجات اللي عندي في الكربوهيدرات. اول حاجه عندي اول تجربه هعملها بعد ما عملت المولش هي الايودين تيست. طب الايودين تيست دي بتعمل ازاي؟ بحط 1 مللي من الايودين مع عليه 10 مللي من الميه. طيب احط 1 مللي من الايودين عليه 10 مللي من الميه، عليهم نقطتين بس من الانون بتاعتي، نقطتين مش 2 مللي، نقطتين، يعني مثلا حاجه مثلا نص، يعني اقل من نص مللي، حاجات بسيطه كده. انت زيت اصلا بتحطهم بتلاقي اللون اتغير على طول. لو ما اتغيرش ده كده نيجاتيف خلاص. تمام؟ يبقى انت بتحط 1 مللي من الايودين عليه 10 مللي من الميه، تمام؟ عليهم نقطتين بس من الايه؟ من الانون بتاعك.
لو اللون اتغير للون مثلا بلون، غالبا بيكون اللون ازرق، يبقى ده كده ديتك بوزيتيف، ويبقى انت كده معاك حاجه من الاثنين، يا اما ستارش يا اما داكسترين. وبتفرق بينهم بايه؟ عن طريق برضو الهاف ساتوريشن. طب الهاف ساتوريشن هنا طيب بتدي مع مين؟ هنا بتدي مع الستارش، مش بتدي مع الداكسترين. واقدر افرق بينهم بحاجه تانيه فيزيكال كده بسيطه، اللي هي هحط الستارش او الداكسترين ده، نفترض لو هو مثلا لو هو ستارش، تمام، هعمل ايه؟ هملى طبعا انا عندي الانمون قلنا بيجي في زجاجه في بوتل كده، تمام، هملى تيست تيوب تانيه عندي فاضيه هملاها ميه من الحنفيه، وابدا اقارن كده ما بين التيست تيوب اللي هي الميه الموجوده دي وما بين الايه؟ البوتل اللي معايا اللي فيها الستارش. هلاقي لون الستارش متعكر، لونه ايه؟ لونه ابيض، ودي من الطرق الفيزيكال اللي انا هقدر في الاخر اقدر العب بيها الستارش على طول، بلاقي اللون ايه؟ ابيض متعكر كده تربت، تمام؟ طيب لو افترضنا كده اللي هو اللي معايا ده اصلا ديكسترين مش ستارش، لو انا مليت الميه وشفت الديكسترين ده او البوتل ده، هلاقي الاثنين شبه بعض بالظبط، الاثنين شفافين، فاللي معايا ده اتاكد ان هو ديكسترين. طب اتاكدت ازاي؟ عملت بايودين طلع بوزيتيف، تمام، وانا اصلا كنت عامل مولش وكان طالع لي بوزيتيف، اللي انا متاكد ان هو كربوهيدريت، وعملت ايودين اتاكدت ان هو يا اما ستارش يا اما ديكسترين، وانا عارف ان الفرق بين الستارش والديكسترين ان الستارش متعكر والديكسترين ابيض نقي، تمام، حلو. طيب نرجع تاني، لو الايودين بقى ادتني نيجاتيف، يعني اللون فضل اصفر زي ما هو ما اتغيرش ما تحولش لاي لون تاني، ابدا ادخل على حاجه تانيه عندي اللي هي ايه؟ اللي هي البنديكت تيست. البنديكت تيست دي بتفرق لي بين ايه وايه؟ بتفرق لي بين حاجتين، الريديوسنج شوجر والنون ريديوسنج شوجر، تمام؟ تمام. طيب البنديكت دي بتتعمل ازاي؟ ثبت بقى المقدار اللي انا هقوله ده في كل التجارب اللي جايه، اللي هو نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من الحاجه اللي انا هشتغلها، يعني لو هشتغل بنديكت هحط نص مللي من الكربوهيدرات مع 3 مللي من البنديكت، لو هشتغل بارافويد هحط نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من البارافويد، لو هشتغل سلوانوفز هحط نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من السلوانوفز، يبقى انا كده ثبت، تمام؟ واثبت حاجه ثاني اللي انا هسخن في كل التجارب اللي انا اللي جايه قدام دي دلوقتي، بس مقدار التسخين او وقت التسخين هيختلف في بعض التجارب. حلو، دلوقتي هنشتغل بنديكت، قلنا هنحط نص مللي من الكربوهيدرات عليه نص مللي من البنديكت ريجنت، حلو، بعد كده اروح ماسكهم بالهولدر، تمام، واروح رايح على الفليم وابدا اسخن، تمام، وانا بسخن ابدا ايه احرك كده زجاجه بسيط لمده قد ايه؟ لمده دقيقتين، اول ما الاقي عندي اللون اتحول للون براون، تمام، او ايا كان اللون اللي هيطلع، هو غالبا يا اما هيكون ريد او براون، تمام، يبقى انا كده اديتني بوزيتيف. طالما اديتني بوزيتيف يبقى اللي معايا ده حاجه من الاثنين، يا اما يبقى اللي معايا ده ريديوسنج، تمام، طالما البنديكت اديتني بوزيتيف زي ما قلت من شويه، اللي معايا ده ايه؟ يبقى ريديوسنج، لان هي بتفرق لي بين الريديوسنج شوجر والنون ريديوسنج شوجر، لو اديتني بوزيتيف يبقى ريديوسنج، لو اديتني نيجاتيف يبقى نون ريديوسنج. طب لو هو ريديوسنج يبقى انا كده معايا حاجه من اثنين، يا اما ريديوسنج مونو ساكرايد يا اما ريديوسنج داي ساكرايد. طيب افرق ما بين الاثنين دول ازاي؟ بفرق بينهم عن طريق حاجه اسمها البارافويد تيست. طب البارافويد تيست ده بيتعمل ازاي؟ احنا قلنا لسه من شويه ثبت حاجه، ثبت نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من الحاجه اللي انا هضيفها، يبقى نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من البارافويد. ولكن في حاجه زياده، احنا قلنا ان احنا بنسخن، صح كده؟ اه بسخن. هنا المره دي مش هسخن على الفريم مباشره، لا، هملى يعني زي بوتل كده صغيره، تمام، واسيبها على النار شويه تسخن لحد ما تغلي، فيها ميه لحد ما تغلي، حلو، بعد ما تغلي اروح مدخل فيها التيست تيوب بتاعتي، يعني بعد ما غرق اروح منزل فيها التيست تيوب بتاعتي واسيبها لمده 4 دقائق. بعد ال4 دقائق اروح ماسكها كده ومطلعها بالهولد وابدا ابص عليها من تحت، لو لقيتها من تحت في لون احمر اتكون في اخر التيست تيوب من تحت قبل ما افضي التيست تيوب على الاخر، لو لقيت اللون الاحمر ده يبقى اللي معايا ده ريديوسنج مونو. لو طلعت بعد 4 دقائق لقيت التيست تيوب زي ما هي نفس اللون الازرق الفاتح ده زي ما هو، يبقى ده كده ايه؟ ده ريديوسنج داي. ليه؟ لان الريديوسنج داي اللي هو اللاكتوز بيدي مع البنت مع البارافويد، ولكن بعد فتره طويله جدا، الدكاتره كانوا قالوا لنا مثلا حوالي ساعتين على ما افتكر يعني، تمام، فيبقى انا كده بعد ما حطيتهم بعد ما حطيت التيست تيوب في الميه اللي بتغلي 4 دقائق وطلعتها كده، ببص في الاول تحت لقيت فيه زي راس احمر، يبقى اللي معايا ده مين؟ ريديوسنج مونو. طب الريديوسنج مونو طب اللي عندي ايه هم؟ يا اما جلوكوز يا اما فركتوز. طب افرق بين الجلوكوز والفركتوز بايه؟ بفرق بحاجه اسمها السلوانوز، سلوانوفز تيست. طيب السلوانوفز تيست ده بتتعمل ازاي؟ احنا لسه قايل دلوقتي قلنا كل اللي جاي بحط بثبت الكميات، نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من السلوانوفز، حلو. طيب بعد كده بعمل ايه؟ قلنا بسخن، كويس جدا. طيب بسخن، بمسك بقى بالهولد المره دي، بمسك تاني الهولد وابدا اسخن على الفليم، بس المره دي بسخن لمده قد ايه؟ بسخن لمده دقيقه واحده بس، تمام. بعد ما سخنت لمده دقيقه بقى اللون عندي يتحول للون اورنج او لون ريد،
بس غالبا بيكون رون، بيكون اورنج. تمام، لو اداني اورنج يبقى اللي معايا ده ايه، السيلولوز كده ادتني بوزيتيف يبقى اللي معايا ده ايه، فركتوز. طب لو اديتني نيجاتيف يعني ما ادتنيش لون اصلا من اساسه، يبقى اللي معايا ده جلوكوز، خلاص هو اللي اتبقى عندي في السكيه في الاخر. تاني يبقى انا راجع بقى كده، انا في الاول عملت ايودين تمام اداني نيجاتيف، فاضطريت اعمل البنديكت عشان اشوف هل هو ريديوسنج شوجر ولا نون ريديوسنج شوجر. طب البنديكت ادتني بوزيتيف، يبقى انا كده عرفت اللي هو ريديوسنج. طيب بعد ما اديت، بعد ما عرفت اللي هو ريديوسنج، عايز اعرف هل هو ريديوسنج مونو ولا ريديوسنج داي، فببدا اعمل حاجه اسمها البارافويد. البارافويد دي برضو نفس الكميات كلهم، ولكن بسخن في زي بوتل كده تمام، واسيبه لمده 4 دقائق، بسيب التست تيوب فيها لمده 4 دقائق بعد ما الميه غلت. طيب بعدين يبقى انا اللي معايا ده ريديوسنج مونوساكرايد. طيب لو اداني احمر في اخر الانبوبه يعني او في اخر التست تيوب، طيب الريديوسنج مونوساكرايد ده عباره عن ايه؟ عباره عندي عن جلوكوز وفركتوز، بفرق بينهم بايه؟ حاجه اسمها السيلوانوز. السيلوانوز دي برضو بحط نفس الكميه اللي هي نص و3 مللي من السيلوانوز، وبسخن تمام لمده دقيقه واحده بس. لو اداني اورنج يبقى اللي معايا ده ايه؟ يبقى اللي معايا ده فركتوز، لو ما ادانيش يبقى اللي معايا ده ايه؟ جلوكوز. حلو، نرجع بقى تاني بقى خالص. احنا قلنا الايدين ادتني نيجاتيف فاشتغلت البنديكت تمام، وقلنا البنديكت ادتني بوزيتيف ورحت نكمل. طب لو افترضنا ان البنديكت دي اصلا ادتني النيجاتيف، اعمل ايه؟ يبقى اللي معايا ده اصلا، او ده استفيد منه ايه؟ يبقى اللي معايا ده ايه؟ نون ريديوسنج شوجر. طب النون ريديوسنج شوجر اللي هم اللي عندي ايه؟ هم حاجتين بس، يا اما سكروز يا اما جام ارابيك. حلو، طب انا افرق ازاي ما بين السكروز والجام ارابيك؟ برضه افرق ما بين السلوانوس تمام، افرق ما بينهم بايه؟ بالسلوانوس تيست. طب السلوانوس تيست ايه هي؟ ايه اعمله ازاي؟ زي ما قلت نفس المقادير عندي، اللي هي نص مللي من الكربوهيدرات عليه 3 مللي من السلوانوس. حلو، بس المره دي في اختلاف بسيط، انا كنت بفرق بين الجلوكوز والفركتوز بالسلوانوس تمام، وبسخن لمده دقيقه، هنا هسخن لمده دقيقتين. يبقى الفرق عندي في وقت التسخين، هسخن في قد ايه؟ سخن لمده دقيقتين. طيب بعد ما عملت حطيت نص مللي من الكربوهيدرات و3 مللي من السلوانوس، هبدا اروح على الفليم واسخن لمده دقيقتين واشوف. برضه نفس الكلام، لو اللون عندي اتغير لون اورنج يبقى ده كده بوزيتيف، ويبقى اللي معايا ده ايه؟ ساكروز. طيب لو اللون عندي ما اتغيرش خالص زي ما هو، يبقى ده كده السلوانوس ادتني نيجاتيف، واللي معايا ده ايه؟ اللي معايا ده جام ارابيك. وكده اكون انا كده خلصت ايه؟ سكيمه البروتين كلها. طيب حلو، دلوقتي انا اشتغلت البايرت واديتني نيجاتيف، فدخلت على المولش والمولش ادتني بوزيتيف، ورحت مكمل سكيمه الكربوهيدرات عشان افرق بين حاجات الكربوهيدرات. طب لو افترضنا اصلا زي ما قلت من البدايه ان المولش دي اصلا ادتني نيجاتيف، النيجاتيف بتاعها ايه؟ هو فكرته تاني اللي هو لون جرين، لون اخضر. اخش على اخر حاجه اللي هي ايه؟ اليوريا. طيب اليوريا دي يبقى انا كده اللي معايا اتاكد ان هو يوريا، بس عشان اتاكد تاني بزياده اعمل المين تيست بتاع اليوريا اللي هو صوديوم هايبوبرومايد. تمام، لو تفتكروا كده في البايرت تيست انا قلت لك ركز في حاجه اسمها صوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد دي بتاعت البايرت تيست، قلت لك ركز في هيدروكسيد لان في حاجه تاني صوديوم هتتكرر علينا اللي هي ايه؟ صوديوم هايبوبرومايد. الصوديوم هايبوبرومايد ده طيب بتعمل ازاي؟ بحط 3 مللي من الصوديوم هايبوبرومايد اللي عندي تمام، وعليهم 2 مللي من اليوريا. بعد ما حطيت 3 مللي من الصوديوم هايبوبرومايد على 2 مللي من اليوريا او الحاجه اللي متبقيه معايا لحد اخر السكيما دي، هبص كده في التست تيوب هلاقي فيه فوران بيطلع، فوران لونه ايه؟ فوران لونه ابيض. لو لقيت الفوران ده كده انا اتاكدت 100% ان اللي معايا ده ايه؟ يوريا. طيب لو ما لقيتش حاجه حصلت يبقى انت يا باشا في عندك حاجه غلط، يا اما البايرت تيست غلط يا اما المولش تيست غلط. ابدا ارجع اعملهم هما تاني، لان انا في الليتمس بيبر خلاص انا متاكد ان الليتمس بيبر صح، وفي دي برده لو انت عاملها صح هتتاكد برده ان هو خلاص مش يوريا، يبقى انت في عندك غلط يا اما في البايرت تيست يا اما في المولش تيست. وكده سكيمه الكربوهيدرات كلها خلصت. حلو، طيب انا قلت لكم في حاجه او في انونات، في كام انون كده اقدر اعرفهم بالفيزيكال بروبرتيز بتاعها اللي هم ايه؟ قلت انا منهم اثنين اللي هو الديكسترين والستارش. طبعا هو الستارش طبعا اوضح بكتير، الديكسترين مش واضح تمام. الستارش كده تلاقي بوتل، اول ما تبص على البوتل كده تلاقي لونها ابيض متعكر تمام، يبقى انت تعرف ان ده ستارش على طول. عايز تاكد تاني روح اعمل ايدين تيست على طول، او عايز تعمل قبليه مثلا المولش تتاكد اللي هو كربوهيدرات اعمل مفيش مشاكل، بس انت لو عملت ايدين واداك بوزيتيف على طول انت اتاكدت 100% ان معاك ده ايه؟ ستارش. حلو، تاني امون عندي اللي هو الالبومين. الالبومين اقدر اعرفه ازاي؟ الالبومين انت هتلاقي البوتل كده موجوده، انت اول ما تلاقي البوتل كده امسك البوتل تمام وارفعها كده لفوق، واقفل يعني فوهات البوتل كده من قدام اقفلها، وامسك البوتل كده روح قلبها واحد ورجعها تاني، اقلبها اتنين ورجعها تاني، وبص على البوتل. طبعا هو ازاز، لو لقيت فيه رغاوي كده في البوتل من فوق اللي معاك ده اعرف اللي هو قلب من على طول، هتلاقي فيه رغاوي كده وزي طبقه بيضه كده موجوده برده من فوق تمام، اعرف ان ده ايه؟ قلب من.
واشتغلوا على طول الهيت كوجوليشن هتتاكد، او اشتغل مثلا بايلوت تيست هتتاكد على طول. طيب تالت حاجه عندي تقدر برضه تعرفها على طول اول ما تشوفها اللي هو البيكتون. البيكتون طب اقدر اعرفه ازاي؟ البيكتون انت لو مسكت البوتل تمام وبصيت كده عليها كده من فوق هتلاقي فيه زي رنج اصفر كده في فوهه البوتل من فوق، زي طبقه صفرة كده، تحس ان هي مثلا طبقه كانك حاطط ميه وعليها زيت او نقطه زيت ومحوط الايه، محوط الازازه بتاعت القانون تمام. عايز تتاكد شم القانون هتلاقي ريحته مش كويسه خالص، هتلاقي الريحه بتاعته صعبه شويه كده، انت برضو هو ايه، هو برضو بتون. عايز تتاكد اكتر واكتر تقدر تعمل برضو بايلوت تيست وتتاكد خالص. يبقى انت كده الثلاث حاجات اللي تقدر تعرفهم الالبيومين والبيبتون والستاش، تقدر تميزهم على طول اول ما تشوفهم. اتمنى اكون فدتكم على قد ما اقدر، ويا رب اكون عرفت ابسط المعلومه على قد ما اقدر برضو، واتمنى تدعوا لي. انا فعلا يعني يمكن دي للمره الخامسه مثلا بصور الفيديو تمام. وطبعا دكتور حسين برضو ساعدني كتير تمام سنه خمسه، هو يعتبر هو اللي تعب معايا في التصوير. وشكرا، يا رب اكون عرفت افدكم على قد ما اقدر. السلام عليكم.